رفضا لتأخر رواتب فصائل أنقرة كانت آخر الأوراق التي حاولت فيها الضغط على تركيا من دون استجابة. الدعوة استجابت لها ما تسمى حكومة الإنقاذ متعهدة بصرف المبلغ المطلوب. ولضبط إيقاع مجموعات متفلتة لجأت إلى السرقة والنهب لتغطية نفقاتها جرى منحها معبر الحمران بريف حلب للاستفادة من عائداته في ظل انقطاع التمويل من تركيا المنهكة بأزمتها الاقتصادية والسياسية بعد الزلزال. فصائل أنقرة استبقت الاحتجاج بالتظاهر بأعمال الخطف في مقابل الفدية وبنهب ممتلكات المدنيين لا سيما في مناطق عفرين وقطع أشجار الزيتون في أكثر مناطق سوريا غنى بها لبيعها. الاتفاقيات المعقودة مع أنقرة حول توزيع المساعدات لم تمنع هذه الفصائل من السيطرة على ملف المساعدات الإغاثية القادمة عبر الحدود للمتضررين من جراء الزلزال وسرقة الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية من القوافل بعد إبعاد المنظمات العاملة في الشمال السوري عنها بقوة السلاح. ريف حلب حوله الجوار التركي المباشر واستخباراته إلى خزان لعملياته العسكرية واحتلاله مساحات واسعة من شمال غرب سوريا والارتزاق في الحرب بديلا من انهيار الاقتصاد الريفي. وكل الرهانات التركية على إمكانية تشكيل مجموعات قتالية متجانسة لم تفلح في تغيير سلوكها ولا في وقف عمليات السرقة والنهب. وعندما بدأت عمليات إزالة أنقاض الزلزال عثرت فرق الإنقاذ على 4 ملايين دولار في منزل تبين بحسب ناشطين أنه لقيادي في الجيش الوطني قتل في الزلزال في مدينة أنطاكيا التركية. انهماك أنقرة بتداعيات الزلزال المدمر واستحقاقاتها السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية يطرح سؤالا حول مصير الفصائل التي دعمتها ومولتها، رغم أن المشهد شمالا يؤشر إلى أن نفير حرب قادم بين هذه الفصائل مع انفلات أمني وكارثة طبيعية عقدت المشهد وضيقت خياراته.